شو هاد؟ هذا خط أختي؟ بس هي لمين عم تكتب هالرسائل هي؟ العمى هي عم تكتب رسائل لحماتي؟ أكيد رح تنبسط كتير بس تقري هالمكتوب، ولما بتعرفي إنه أختي هالكي صارت حامل أحملي حالك وتعي لعنا بسرعة ولا تطولي، لأنه حالة أختي بهالوضع محتاجة لمساعدة. ناطرينك على أحر من الجمر. لكان فولكي الفهيمة هي اللي استدعت حماتي لهون، يعني حضرتها لعبت لعبة كتير كبيرة حرمتني فيها النوم براحة بال بسيطة. فولكي كان بدها أنه حماتي تجي لهون بس مشان تضايقني وتحرق لي أعصابي، لك أنتي خليتيني أعمل شغلات كتيرة يا فولكي، وهلأ استني علي وشوفي أنا شو رح خليكي تعملي. بسيطة منتواجه. مدهب. نعم مدام. ليش ابني حاطط طبق الحلو هون على الطاولة؟ روح خده لهنيك فورا. يلا يلا رح اخده فورا. وانت بايجو خلصت؟ ايه خلصت كمان. اهلا وسهلا. وينك؟ تعال اقلك تعال. تعال لفوق. عن جد انا مبسوطة كتير اليوم، انا حاسة انه الله رضي علينا وبعت لنا كل شي بنتمناه واكتر. ايه سافيتري، عندي نفس الشعور بالضبط. بعد هالفترة الله بعت لنا فرحة تغمرنا من أول وجديد. بس الله يبعد عنا عيون الحسد. ما رح يصير شي صدقيني. أكيد أكيد ما حدا رح يحسدنا طول ما معك سارفاتي ولاكشمي وجوري ودورغا. طول ما عندك هالبنات هدول رح تتوفقي بحياتك أكيد، لأنه هدول بناتك متربيين أحسن ترباية. شوفوهم بعد هالفترة الطويلة من الحزن الله عوضهم بالسعادة. ليلي انت شو قصتك؟ شو الفكرة؟ قال عم تزيني ايديكي بالحنة وقاعدة وحاسة بالخجل. ليكون مفكرة ساتيا كانت عريس من جديد. جوري عن جد انت غليظة. طلعوا عليها خجلت كأنها عروس. نسينا الهدايا. يلا يلا بسرعة.